هذه الأمة لا تزال بالخير، وأن الذين يظنون أن هذه الأمة قد ماتت أو وهنت، لا، هذه الأمة لن تهن ولن تموت أبدا ما دام الإسلام هو أساسها، وما دام المصحف أمامها يتلى ليل نهار، وما دام محمد صلى الله عليه وسلم حيا في ضمائرها. هذه الأمة لا تزال على بصيرة، لم تنطمس عين بصيرتها، لم تصبها الغشاوة، لا زالت تميز بين الطيب والخبيث، وبين الصادق والزائف.